أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من حصة البلاد اليوم في حلقة اليوم نناقش اتهامات أحزاب المعارضة للسلطة بتبني سياسة الغموض حيال التعديل الدستوري بسبب التصريحات المتضاربة من أحزابها أي أحزاب السلطة حول الملف ولمناقشة هذا الموضوع أسعد باستقبال السيد إدريس زيطوفي رئيس حزب التجمع الوطني الجزائري قيد التأسيس أهلا بك سيدي كما يحضر معي ايضا السيد جمال بن عبد السلام رئيس حزب جبهه الجزائر الجديده، اهلا بك سيدي. بارك الله فيكم. اهلا بك. سيد زيطوفي ابدا معك، اذا كما تقول المعارضه هذه ضربه اخرى لمصداقيه السلطه حيال جديتها في تبني تعديل دستوري جامع للجزائريين، حتى احزاب السلطه متضاربه فيما بينها، وهذا دليل على ان السلطه تتبنى سياسه الغموض حول الملف. مدى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين <applause> على كل حال الأحزاب المعارضة عندها حق باش باش تتكلم وتهضر تقول واش تبغي ولكني أنا من ودي أن أقول أنه أصناف المعارضة هما صنفين صنف المعارضة الذي يعارض النظام ككل فهي فهما المعارضين للسلطه منذ 63 والمعارضه ايضا من هذا المعارضه ايضا تبنات برنامج اللي ما لحقتش المبتغى به ما هو المبتغى؟ في اكزومبل في بدا في مبادره مبادرة انه قد يكون يجمع بين المعارضة والسلطة ولكن مشات مع هذه المولات بعد خلته في الطريق يعني لا. السلطة هي أيضا هنا متهمة في أن في كل المبادرات ما ماهيش ماهيش السلطة هذه أحزاب هذه أحزاب سياسية هي أدوات السلطة. سياسية للسلطة السلطة السلطة ما عندها مدخله في المبادرة المبادرة بدر بها حزب ومشوا معاه احزاب ومن بعد خرجوا عليه الطريق دونك هذه الحكايه هذه تاع تاع كيف يسموه تاع الحكايه تاع تعديل الدستور تعديل الدستور انا نعرف انه فخمت رئيس الجمهوريه بادر باصلاحات عميقه في الـ 2011 بما فيها في هذه الاصلاحات هذو بما فيها الدستور طيب بما فيها تعديل الدستور احنا نشوفوا من الباب الواسع انه 50% من الاصلاحات اللي بدر بها في ارض الواقع كاينه والمعارضه تتهم ايضا تقول لك هذه الاصلاحات مجرد ذر في الاعين في هذا ما تجسدتش ما شفناش هذه الاصلاحات في الميدان ران انا راني نقول باللي الاصلاحات لان انا كنت انا كنت من الاحزاب المسانده لبرنامج فخامه رئيس الجمهوريه <applause> ستادي في التحالف الرئاسي وكنت عضو مكتب وطني للتجمع الوطني الديمقراطي انا ذاك في 2011 خرجت من التجمع الوطني الديمقراطي قعدت شهور من بعد دخلت في حزب واحد اخر منتمي للسلطه احنا الصحافه يقولوا للناس يقول لهم المناظرين يقول لهم التجول السياسي وعلى هذا الناس يتجولوا سياسيا هذا التجول السياسي شكون هدفه التجول السياسي هدفه الاحزاب استدير بادرو به بعض الاحزاب هذا ربما سوف نفصل فيه لكن حتى أنتقل لي حتى لي انتقل الى السيد بن عبد السلام فقط هذا الغموض هو موجود فقط في ذهن المعارضه فقط هو هو غير موجود السلطه جاده وجديه في طريق الاصلاح كاين شوف كاين كاين المعارضه وكاين الطماعين طماعين. كين الطماعين كاين الطماعين سيد في احزاب الموالات نعم السيد جمال بن عبد السلام مثل ما يقول السيد زيطوفي كاين معارضه وكاين طماعين المعارضه هي من تتبنى خطابا واضحا تتبنى طرحا واضحا لما تعطيها سلطه اشارات ايجابيه تتفاعل معها بايجابيه اما الطماعين فهم من يشككون في كل شيء ويتهمون كل شيء بانه غامض فكونوا انتم في احد الفريقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة لمناقشة هذا الموضوع أهلا ومن خلالكم أتوجه إلى مشاهدين لقناة البلاد بالتحية في السلام على الجميع أولا الأستاذ زيتوفي تكلم على معارضة تطرح ما تراه ما تراه صوابا وأحزاب موالاة صنفهم بالطماعين يعني باش نشوفوا التقسيم اللي داروا سي زيطوفي لا لا وقالك فيه معارضه فيه طماعين لا لا قال له احزاب الموالاه هذاك هو كما راه كما راني نقول يعني قال لك احزاب الموالات فيهم طماعين وكاين المعارضه هذا واش قسموه المعارضه ما فيهمش طماعين بيان اللي يهضروا اللي يهضروا اه وعليكم هيا روح سيدي ما تهربش منه بيان سور اللي يهضروا اللي يهضروا في حاجه اللي ما كانش منها آيوة اوكي من بعد يبدل الكلام والغدوه من ذاك أيوة. اوكي حتى فيكم انتم طماعين غير ما تتبرؤوش المهم هذا ما ما صرحتش وشوف اليوم لما بعيدا عن التصنيفات للساحه السياسيه الجزائريه نعود الى صلب الموضوع وهو أن موضوع الدستور وتعديل الدستور كل مرة الجهات الرسمية يعني السلطة تخرج بخبر بإعلان بتصريح على قرب حدوث هذا التعديل لكن المشاهد والملاحظ عمليا نجد كل ما يعلن يعني اجل قريب افق قريب لتعديل الدستور يتاجل هذا الامر ويتاخر الى شهر اخر او شهرين او ثلاثه اشهر هذا فتحا لمزيد من الحوار فتح لمزيد من النقاش لماذا ما تشوفوش الامور فقط بسلبيه خلين شوفوها خلين بايجابيه خلينا نكمل وثم في الايام الاخيره الشيء اللي زاد عكر شوية الساحة وضف عليها الضبابية والغموض كما يرى الملاحظين والكثير من الأحزاب السياسية في المعارضة وحتى في غير المعارضة مم. هو التصريحات المتناقضة ليس من أحزاب الموالاة فقط أو رؤساء أحزاب الموالاة ولكن من مسؤولين في الدولة بين رئيس المجلس الدستوري مثلا ورئيس المجلس الشعبي الوطني ومع الوزير وزير العلاقات مع البرلمان وهذا وفيما بعد الوزير الاول فكثرت التناقضات بين القرب وعدم القرب بالنسبه لنا يعني في موضوع باش نجاوبك على هذا الموضوع انه لاضفاء الكثير من النقاش حول ماذا نتناقش حول دستور الجمهوريه الجزائريه لحد الان لم يطرح الدستور للنقاش الآن نناقش وحتى وأنت دعوتنا في هذا اللقاء نناقش تسريبات نناقش تصريحات نناقش ما يتداول يعني رسمي ما كاينش رسمي حاجه رسميه يمكن ان نناقشها لا رئيس الجمهوريه أه بعث للاعلام ولا المؤسسات يعني الجمهوريه باش يعلنوا الدستور هذا نبداو في حوار اجتماعي اللي يقبل واللي ما يقبلش واللي يعدل كذا ولا الوعد بتنظيم جولة ثانية من الحوار لاستدراك الغياب اللي خلاته المعارضة في الجولة اللي كان أشرف عليها السيد أحمد يحيى الوزير وزير دولة المديرة برئاسة الجمهورية وبالتالي نحن اليوم نناقش في عالم افتراضي في تسريبات في قيل وقال لكن موضوع الدستور مع ان ل... الموضوع يتعلق بالدستور وما ادراك نعم. ما الدستور نعم ولحد الان للاسف شديد انا من خلال ما ارى م. وما اشاهد يا ريت انا نقول يا ريت ان السلطه تمارس كما اتهمها بعض المعارضين سياسه الغموض في تسيير هذا الملف واش راهي تمارس حاليا انا الان اخشى ما اخشى ان فيه ارباك وتردد وعدم وضوح الصوره عند من يقرر اليوم في الدستور وبالتالي كاين اشكالات عالقه لم يحسم فيها حتى يخرج الدستور يعني كمشروع يطرح على الاستفتاء الشعبي تفسير او تفسيره الخوف من السل... السلطه خائفه مش خايفه مش خايفه لا انا ما نتكلمش على الخوف ما كاينش قضيه خوف يعني كاين ارباك وتردد عندهاش جرأه لا ماهوش قضيه جرأه الامور في بعض الاشكالات او بعض النقاط او بعض الرؤى لم تحسم او لم تفصل فيها السلطه داخل دوائرها والمعنيين بالامر في اقرار هذا الدستور ولهذا كل مره قال محتاجين وقت لمناقشه هذه القضايا التي لم يتم الاتفاق عليها. غموض هدفه ربح مزيد من الوقت. لا مش قضيه ر... مش لا ربح الوقت لا الخوف القضيه ما في امور مثلا نعطيك مثال هل الان مثال ولكن يعني نضرب في خطر من لا باسكو ما عنديش معطيات. خطر من سياسي. اه خطر مل سياسي. مهم. قال ممكن موضوع النائب الرئيس كيف يكون؟ هل طبيعه نظام السياسي يقترح في الدستور نظام رئاسي يبقي على النظام الرئاسي ولا يروحوا لشبه برلمان؟ شبه رئاسي ولا يروحوا لنظام برلماني؟ هل مثلا موضوع الفصل بين السلطات، التوازن في السلطات بين ال... 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 السلطه التنفيذيه بين بحد ذاتها بين رئاسه الجمهوريه والحكومه؟ فاعتقد انا يعني هذا استنتاج. من من خلال ما أرى أن فيه عدم حسم عدم في بعض النقاط التي تسمح لبلورت نعم مشروع دستور نعم. يعرض للاستفتاء نعم. وكس أعود وكس أعود إلى السيد إدريس زيطوفي يعني السلطة لم تحسم بعد وهذا التململ وهذا التضارب هو هو ناتج عن عدم حسم من طرف السلطة ولكنه في المقابل يعني السلطة تطالب المعارضة أن تثق فيها بينما هي تعامل هذه المعارضة وتعامل الرأي العام باستخفاف لماذا؟ فقط بقيت مجرد تسريبات محدودة هذه التسريبات المحدودة فيها أخبار متناقضة رئيس المجلس الشعب الوطني يقول كلام رئيس المجلس الدستوري يقول كلام أحزاب السلطة التجمع الوطني الديمقراطي يقول كلام الأفلان وعمار سعيداني يقول كلام أي كلام نصدق؟ الكلام هنا عن الدستور يجب أن يكون الكلام فيه رسمياً واضحاً أنا نظن باش يكون الكلام رسمياً واضحاً أنه المسودة تخرج وهنا المشكلة هل خرجت المسودة؟ اسمع أم اسمع, أم اسمع, تخرج اسمع, اسمع فيه ما فيه جدل مازال مازال ما, زل ما <applause> أنه تخرج والمسؤول الأول على هذا المسودة هو فقط رئيس الجمهورية عنده كل الصلاحيات تاعو باش يخرجها او ينجم يروطاديها لان ممكن جدا انه الاصلاحات اللي راه معول عليهم هو ما طرحتش في الساحه السياسيه كيف ما طرحتش في درك انا في رايي في رايي انه استقبل مدني مرزق من طرف مدير ديوان لرئاسة الجمهورية السيد أحمد ويحيى هاد السيد أحمد ويحيى مدام هذا السيد هذا مستقبل من فخامة رئيس الجمهورية لشيء لا 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 أحمد ويحيى لنقاش آه مسودة الدستور هذا استقبلوه لشيء ما هو هذا الشيء؟ وهذا الشيء هذا قد قد ممكن قد يكون ما هو هذا الشيء برايك انت برايك الشيء. آه، نهار آه، نهار لي اسست سيتادير نهار, آه، نهار, آه، نهار تاع الحزب نهار اللي علمت على تاسيس الحزب قلت قلت انه فيه احزاب سياسيه معارضه صنف او صنفين لان المعارضه تعارض الدوله حاجه تعارض النظام كل حاجه فيه معارضه لاشخاص ربما حتى سمع انا فقط. جاي لك باش نلحق لك البيت القصيد حتى حتى نتكلم عن المعارضه انتم تشككون في المعارضه حتى على الراي العام الراي سم العام, سم الجزائري سم سم العام الجزائري او الشعب الجزائري ايضا لازم نقدموا له روايه واحده ماشي فقط روايات متناقضه من بعد نلحقوا ومن بعد نلحقوا المسوده المسوده ما نجموش نهضروا عليك نهضروا عليها حنا ني انا ني سي وحده اخرى لان ما هيش مازال ما تمددش المسوده مازال ما ما طرحتش وعلاش جينا مسار اسمع لي هذا المسودة. المصادر هذا المصادر رئيس المجلس الشعبي الوطني هذا, المص... هذا المصادر هذو ما جاوش من عند مولاها من عند مول المبادره انا ضرك قلت لك باللي أستقبل مدني مرزاق من طرف مدير ديوان ومسؤول تاع أه الاخر المسوده باه يتشاوروا على المسوده في حاجه وانا هذاك النهار طرحت هذا المشكل هذا فيما يخص الجبهه الاسلاميه للانقاذ فيما يخص الجبهه الاسلاميه للانقاذ كحزب انا في رايي لان انا كنت باتريوت وشيف تاع باتريوت حاربت الارهاب ولكن جات المصالحه الوطنيه والجبهه الاسلاميه للانقاذ حاجه الجبهه الاسلاميه انقاذ يعني ف... فهو 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 قضيه قضيه الحريه الدمويه الوطنيه خلاص مفروض انا درنا ميثاق ودرنا قوانين وفتنا هذه المرحله لكن ان نعود ما تخلينيش نكمل الفكره تاعي تفضل قلت لك واستقبل السيد لي شيء ولكني لا يمثل لا يمثل لا يمثل الجبهه الاسلاميه للانقاذ الجبهه الاسلاميه للانقاذ فهو حزب معتمد من طرف الدوله وتم حله تم حله وانا كنت نحارب في الارهاب وعندي اصدقائي في الجبهه الاسلاميه للانقاذ اي دي كادر وانا نقول مرحبا بهم في الساحه السياسيه يرجعوا يديروا السياسه على شرط انه يتبدل لهم الاسم فور يعني لي بوسي ك... فور بوسيبل هذه المسوده هذه بغية تطرح بهذا الشكل هذا ممكن خايفين لا يطرحوها وأنا نظن يعني عودة الفيس هي هي ال... عودة الفيس من جديد ولكن سو أن أوتر نو جو دي بيان سو يبدلوا الاسم يبدلوا له الاسم هذا أنا شوي داكور شوي داكور كي يرجع يدير السياسة علاه؟ في الأول كانوا جبهة إسلامية للإنقاذ كانوا في الساحة السياسية معتمدين أنا نقول لي من الجبهة الإسلامية للإنقاذ فيهم أصدقاء اللي حملوا السلاح وحاربوا الجناح العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ لأنهم ما هم شراضيين بهذا الجناح يعني السلطة اليوم تريد مصالحة سياسية بعد مصالحة وطنية اكزاكت <applause> <applause> انا 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 نظن باللي المسودة رايح يجي فيها هذا الاشكال سي جمال بن عبد السلام، السلطة فتحت ابوابها لمن كانت تخاصمهم في الامس، السلطة تريد مزيد من الفتح مثل ما يقول لك، حتى الفيس يريدون له ان يعود، يعني يفتحوا له ابواب العودة، حتى باسم اخر نعم، لكن يفتحون له يعني مزيد من الفتح مزيد من الاصلاح عندها جراه ربما ما عندكمش عندكمش انتم في المعارضه جراه مثلها علاش يعني ديرنا, ديرنا هذه المقارنه بين جراه السلطه وجراه المعارضه احنا نضالنا معروف ساحه سياسيه وفي الدفاع على قضايا تاع المواطنين الجزائريين واصحاب المظالم واصحاب لازم تفهموا اسباب هذا التاخر اسباب هذا التاخر من, من, ممكن فيه فيه من فيه الباتريوت والحرس البلدي ومتقاعد الجيش الوطني الشعبي الى ابناء الجبال الاسلاميه للإنقاذ وكل المظلومين في الجزائر احنا انا يعني طول نضال السياسي كل صاحب حق دفعت عليه الى اطارات الدوله المهمشه والمظلومه والمقصيه الى اي مظلوم يعني في الجزائر فبالتالي لا يمكن للسلطه اليوم حتى اذا كانت هذه نيتها ان تزايد علينا في نضالنا من اجل اصحاب الحقوق والمظالم في الجزائر يعني لكن اصبروا انتم هذا التأخر تاخر انا شخصيا لما تكلمنا على المصالحة الوطنية وأنا والأستاذ كنا في البرلمان آنذاك طرحنا موضوع المصالحة الوطنية اللي قبل ما يتبناها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أه وجهت لنا تهمة مع من تكون المصالحة الوطنية مع من تريدون أن تكون المصالحة الوطنية وقيل لنا كلام لا أريد أن أعيده لأنه كلام كبير من طرف من أصبح عراب للمصالحة الوطنية فيما بعد لما تبناها رئيس الجمهورية وبالتالي لا أحد يزايد علينا في موضوع الدفاع عن الحقوق الأساسية والحريات للمواطنين نولي لموضوع السلطة يا ريت أنا دايما أتمنى أن نذهب إلى حوار وطني شامل وجاد وموسع وعميق حوار سياسي دعتكم السلطة ولم تشاركوا فيه خلينا. دعتكم تعديل الدستور ولم تشاركوا خلينا فيه خلينا لا 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 لا. دعاكم الأفافاس الإجماع الوطني وشككتم في, في أهدافه اسمح اسمح شوف احنا شاركنا في الحوار في هيئة بن صالح وقدمنا مقترحات في كل شيء وأضفنا على المواضيع التي اقترحها رئيس الجمهورية مواضيع أخرى نراها من الأهمية بمكان أن تناقش ويتم التحاور عليها المشكل وأنا في مشاورة تعديل الدستور بعثت برسالة إلى السيد أحمد يحيى قلت له نحن في جبهة الجزائر الجديدة نؤمن بالحوار كحل وحيد وطريق الأسلم لـ للذهاب إلى بناء مشروع وطني توافقي بين الجميع لكن ماذا نريد من هذا الحوار أسلوب الحوار آليات الحسم كيف نتخذ القرار كيف 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 من يجيبك على هذا يجيب تجيبك الأحزاب التي شاركت في الحوار الذي أشرف عليه السيد أحمد يحيى بحيث إلى هذه اللحظة لم يروا خلاصة ولا لمقترحاتهم أين ذهبت وماذا تم الفعل خليني أنا في جبهة الجزائر الجديدة نؤمن بأن بد من الذهاب إلى حوار سياسي عميق وشامل نضع به التصور رؤية استراتيجية وطنية ويكون الدستور ضمن نقاطها. نخرج بمشروع كبير برؤية استراتيجية وطنية جزائرية لأننا رانا في محيط إقليمي خطير. <applause> وفي وضع الداخلي يتحتم علينا كما جاء في رساله رئيس الجمهوريه الاخيره تمتين الجبهه الداخليه نبنيو جبهه داخليه قويه هذه لا تاتي الا عن طريق الحوار والتفاهم ثم نروح ايضا الى حوار اجتماعي اقتصادي ايضا معمق باش نديرو نبلور مشروع وطني توافقي نتعاون فيه جميعا ونتكامل فيه جميعا وتدرس وشعارنا في جبهه الجزائر الجديده لابد السلطه من ابواب هذا الحوار ابدا من أمرين الاصلاحات والمصالحات، انا اتكلم على الاصلاحات والمصالحات. المصالحه تاع احداث منطقه القبائل، المصالحه في غردايه، المصالحه على الازمه الوطنيه، الماساه الوطنيه الداميه، ازمه 63، ازمه 64، نذهب الى تنقيه كل الاجواء الوطنيه لاعاده اللحمه الوطنيه. السلطه يا اخي لحد الان لم توضح موقفها، لحد الان ما فهمناش واش باغي لا تحب تدير تعديل دستور، وتخرج لنا بالمسوده نناقشوها ما شفناش ما دعتنا الى حوار شامل بالشكل اللي رانا نطرحوا فيه ونطلبوا فيه ونراه مخرجا للجزائر نحن ننتظر وندعو انا انا ادعو رئيس الجمهوريه المسؤول الاول على الدوله واللي عنده الصلاحيات وعنده كل المهام وعنده كل القرارات ان يبادر الى حوار وطني بين الجميع بدون اقصاء والروح الى <applause> الى تفاهمات جزائريه لان الوضع الدولي الاقليمي لا يرحم يعني السلطه دائما الداخلي... سلبيه أه؟ السلطه دائما سلبيه ما, ما بينتش انا قلت تقول لي روح نتحاوروا اسمعهم اسمعهم ودير رايك سيد زيتوفي جميل الحديث عن الحوار وجميل الحديث عن اللقاء وجميل الحديث عن التوافق لكن لما انت تتحدث بهذا الكلام وما تتخذش خطوات عمليه في الميدان فكل هذا الكلام سوف يكون هباء منثورا بلا قيمة وبلا أي تجسيد عملي وهو يدخل في سياسة ربح مزيد من الوقت أنا شوف تكلمت ساعة المصالحة الوطنية تمت المصالحة الوطنية بتصويت عليها من طرف باستفتاء شعبي مثل ما يقول لك سمع 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 خليني نلحق هذا المبادره تاع الله تاع الوطنيه بدر بها فقامت رئيس الجمهوريه وصوت عليها الشعب ب 98 بالبيع سيتادير <applause> استفتاء شعبي في البنود تاع المصالحه الوطنيه مازال ما كملتش في عمقها انه فخامه رئيس الجمهوريه بادر بي 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 بالاصلاحات في 2011 بما فيها الاصلاحات داخل فيها الدستور داخل فيها الاصلاحات لم تكن داخل, مرضية. داخل فيها اسمح داخل فيها الدستور وعرض على المعارضه والناس والشخصيات الوطنيه ان يشاركوا في هذه المسوده هذه لكن يشاركوا لما, لما رفضوا رفضوا ما بغاوش يشاركوا اسمح لي فقط هم رفضوا ما بغاوش يشاركوا هم فقط هم راهم ينظروا في هذا الموضوع سي فقط لما تكون عندك مشاورات مشاورات بن صالح ومشاورات يحيى ومشاورات ومشاورات هذه المشاورات ما يتجسدش عليها شيء واقعي ما تتجسدش عليها افكار واضحه هما يشكوا ما في مع... هو هو يقول لك ان لما ندخل انا في مبادره مانيش مستامن انه نواياها ايجابيه راح نعطيها شرعيه وهي في النهايه لن تكون الا في صالح السلطه كي هل نهار بادرت الحكومه بشي ولا الدوله بادرت بشي قالوا لك حاجه مليحه يعني ما كاش يعرضوا من اجل ان, إجزيست... إن إجزيست با ان با وحتى الدراهم اللي يمدوهم لي جون تاعنا معارضين ليهم عرضوا عارضين معارضين باش هادو تاع تشغيل الشباب تاع لونسيج لونجيم ومعارضين فيهم وداروا فيهم حاله سيبارو ولا كاين ولا دروك المسوده كي رانا نهضروا عليها اليوم وحنا مازال ما شفناهاش وما ايضا باش نشاركوا فيها انا راني قلت لك فور بوسيبل انه يخصوا الاقتراحات من طرف الناس اللي حضروا اللي درسوا هذه المسوده هذه خصوا فيها اقتراحات وشافهم فخامه رئيس الجمهوريه انه ضروك لازم يكونوا هذه المقترحات هذو من طرف من طرف من طرف الشخصيات الوطنيه ايضا ضروك احنا رانا احنا احنا رانا ندرسوا في حاجه اللي مازال ما نعم راح نواصل في هذا الموضوع السيد ادريس الزيطوفي والسيد جمال بن عبد السلام مشاهدي الكرام لكن عندنا فاصل ثم نواصل شكرا اهلا بكم مشاهدينا الكرام الى الجزء الثاني من حلقه اليوم من البلاد اليوم والتي موضوعها اتهامات المعارضه للسلطه بتبني سياسه الغموض حيال موضوع التعديل الدستوري المرتقب. وبطبيعه الحال يحضر معي كل من السيد جمال بن عبد السلام رئيس حزب جبهه الجزائر الجديده اهلا بك سيدي مره اخرى وايضا السيد ادريس زيطوفي رئيس حزب التجمع الوطني الجزائري قيد التاسيس اهلا بك سيدي مره اخرى. سيد جمال بن عبد السلام ابدا معك الجزء الثاني مثل ما كان يقول سيد إدريس زيطوفي في نهاية الجزء الأول قال بأنكم تعارضون كل شيء كل شيء تعارضونه وما إن تلقي السلطة بمبادرة سياسية ما إن تلقي بشيء ما مادي ومحسوس وإنجاز واقعي حتى تبادرون إلى معارضتكم يعني حتى أنكم عندكم يوم سبعة ماي تجمع هذا ربما يدل على أنكم أربكتكم مبادرات السلطة أن الدستور جاي وراه بخطى حثيثة وراح يكون عليه إجماع شعبي ومحل توافق وبالتالي أنتم في موقف لا تحسدون عليه أولا أنا أعلق لك على موضوع المعارضة تعارض كل شيء والمعارضة معارضات ما عندناش معارضة واحدة كان معارضة طماعة ومعارضة الل... لا لا معارضات معارضة كما قال لك ترفض كل شيء معارضة إيجابية تثمن الايجابي وتعارض السلبي وتنتقد انتقاد بناء وكل ما تراه في مصلحه يحركها لكن ما نراه انتم نحن في كل شيء. نحن في جبهه الجزائر الجديده من, المو... من النوعيه تاع المعارضه الثانيه هذه نثمن الايجابي ننصح آه، ننتقد ما شفتوش حتى حاجه ايجابيه بي... في تعديل دستوري؟ لا 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 هذه الاجراءات ما شفتوش لا, لا ما قلتلكش انا كيش الأخر انا لا... انا الان أنا من كلامك لا 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 ما... من كلامي ما قلتلكش من كلامي ما ناقشناش المسوده يا استاذ كي ناقشوا المسوده غدوه تخرج المسوده راح جبهه الجزائر الجديده سيكون لها موقف اذا جاءت هذه المسوده بنقاط ايجابيه والاخر سنثمنها اذا جاءت بنقاط سلبيه سنعارضها إذا جاءت بنقاط إيجابية ونقاط سلبية سنثمن الإيجابي ونعارض المشاورات حول الدستور ما شفتوش حاجة إيجابية يعني لا لا ما المسار كاين آلية المشاورات اللي يشرف عليها الأستاذ مم. أحمد يحيى الآلية رأيناها غير ناجعة ولهذا لم نذهب غدوة السلطة مم. قالوا له يا على واش تحوس قالوا لهم نحوس عضو مم. غدوة جينا السلطة بمسودة احنا ما شاركناش فيها جينا بمسودة نجد فيها أن هذا الدستور يخدم المصلحة العليا للجزائر ويخدم الشعب الجزائري ويقوي الدولة ويقوي المجتمع ويقوي حتى وما شاركت فيها أنا أدعمه بدون أي عقدة ثانيا آه المشكلة الأساسية هو في كيفية الذهاب إلى الحوار وكيف كما يقول المثل العربي عندنا مثل عربي اسمح لي برك واش يقول يقول لك نصف رأيك عند اخيك نصف رايك عند اخيك <applause> انا ما نقولكش دير لي رأيي 100% ونحي رايك لا لا شك ان مقترحات السلطه ستكون فيها مقترحات في يعني ما رحتوش ما رحتوش ما رحتوش وما رحتوش وما قابلتوش سي احمد او يحيى وقلت له راينا عند او يحيى لا انا ما روحش لان الاليه المعتمده واللي جربناها انت تكلمت على هيئه المشاورات تاع بن صالح انا نتكلم لك على المشاورات اللي بدات فيها السلطه من 94 وكنت مناضلا سياسيا وشاركت في 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 بعضها وحضرت بعضها كصحفي وبعضها كمناضل يعني كاطار في حزب الذي كنت اناضل فيه وفي كل الجولات يعني اسمعهم ودير رايك هاي سياسه السلطه وهذه خلات ما جنية التشاور لك لا يعيط لك يعيط لك روح ولما تعطي له رايك لا تجد اثرا لرايك وما يعطي الاليات كيف نصيغ التوافق لان الدعوه الاخيره التي وجهها الاستاذ سيد احمد يحيى تتكلم عن الحوار الذي يفضي الى التوافق ما معنى التوافق ان نتوافق فيما بيننا ماهوش ماهوش جلسات سماع او استماع الى مقترحات المعارضه يعني حوار يفضي إلى التوافق الحوار الذي يفضي إلى التوافق يحتاج إلى أليات غير الأليات المعتمدة والأسلوب المعتمد ولهذا حنا لما بعثنا كما قلت لك بالرسالة باسم جبهة الجزائر الجديدة إلى السيد أحمد يحيى قلنا له نحن نريد التوافق <applause> والتوافق لا نراه يأتي إلا عبر آلية الحوار الوطني بين الجزائريين ولكن يا أستاذنا أيها الوزير معالي الوزير الحل ديروا لنا اسلوب وآليات تخلينا بالحوار تاعنا وإحنا رانا جاهزين يعني ما فيش آليات. لو كان يجيب لي أنا الآليات وكذا وإيجابية أنا سأكون مشاركًا أنا أكون نعم. إيجابيًا أكون أه مساهمًا نعم. في نعم سي بينا. سي جمال بن عبد السلام سي طوفي مثل ما يقول سي جمال بن عبد السلام السلطة فقط تستدعيهم فقط لتسمعهم وفي النهاية لا يجدون أي شيء لهذه المشاورات حتى نلومهم لماذا هم يذهبون يعني هذا بداية ثانيًا أنه السلطة تتبنى سياسة الغموض في كل شيء، حتى في قضية الغاز الصخري، قال لك شحال من مرة نحن سنوقف ثم بعد ذلك تأتي تصريحات رسمية بس أخرى بس ويقول لك بأنه راح نستمر في هذا استخراج الغاز الصخري. يعني سياسة الغموض أصبحت منهجية تتبناها السلطة من أجل ربح مزيد من الوقت، أنا تنكر هذا؟ أنا بغيت أنا نطرح سؤال. أطرح. باش اللي هقول الجواب. هل الان في 2015 الساحه السياسيه والمجتمع الجزائري راه في 2011 كيما 2015 تبدلت الامور هذه واحده واش تبدل هذه واحده اسمح لي اسمح لي تبدل كلش تبدل كلش هل المعارضه خلات الساحه السياسيه ساندت السلطه باش يروحوا للمسودة وإلا صاروا مشاكل واحد آخرين اللي ممكن المعارضة ساندت ساندت كل الاحتجاجات اللي راهم في البلاد بما فيهم الغاز الصخري يعني المعارضة كل الاحتجاجات كل, الم... كل الاحتجاجات بما فيها الغاز الصخري وكما يقول انا سي جمال بن عباس بن عبد السلام انا ما انا في الدخول تاعي هنا ما حسبتوش معارضه اوه سي لا ما ما حسبتوش معارضه الحاج باسكو درت معاه مواندا انا في في في, فيما في في يخص الساحة السياسية الآن كيفاش سسمح لي. سسمح لي. ما حسبتوش معارضة؟ اسمح لي اسمح لي فيما يخص الساحة السياسية الآن الساحه السياسيه تبدلت من 2011 ل 2015 وعلى صراو فيها دي زيليكسيون بريزيدونسيال اه في 2014 2000 ميل... 2014 صراو دي زيليكسيون بريزيدونسيال المعارضه رجعت شاركت في الانتخابات اسمح لي فقط سمح لي خلينا نسيت جماعه السلام واش معارض عضو في تنسيقي اسمه تنسيقيه لي الديمقراطي معليش انا قلت لك انا ما حسبتوش كيف التنسيقي يعني اسم الانتقال الديمقراطي أنا, 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 انا ما حسبتوش ما حسبتوش وعمري ما شفتو معاه سمح لي في هذه ولكن انا عمري ما شفتو معاه في 2011 ل 2015 تبدلوا امور عده رئيس الجمهوريه اعلن بالاصلاحات في 2011 بما فيهم تعديل الدستور <applause> لحقنا ل 2014 المعارضه شاركت في الانتخابات الرئاسيه خسرت الانتخابات الرئاسيه رجعت معارضه لشخص وانا ما استغربش انا ما استغربش ما استغربش لان لان في المعارضه هذيك عندي زملاء ولكن كل واحد واتجاه <applause> وما نستغربش انه هذا المعارضه هذه ما كانتش في 2014 في لي زيكسيون كانت في 2000 كانت في 1000 في في الموندا الاولى كاع في 99 في 99 نساو ترشحو ونساحبو كانوا معارضين في الكاتربان دونك انا ما نستغربش كي يكونوا في 2014 معارضين ولا هنا بانوا باللي راهم معارضين لشخص الشخص اللي هو رئيس الجمهوريه فقط راه فات فقط فقط ما كانش حاجه واحده اخرى ضروري قلت لك الاصلاحات السياسيه لكن سمح لي سمح لي في تعديل فقط سامح لي فقط في فقط معارضتهم فقط سمح لي هذه الفكره يعارضوا رئيس اكيد لما يعارضوا رئيس الجمهوريه يعارضوا حك... اداء حكومه هذا الرئيس واضح هذا منطق ده ده هذا واضح ولا كاين ولا كاين هما يعارضوا حتى الكلام عارضوا الرساله اللي بعثها الرساله اللي بعثها عارضوها قال علينا هذه الرساله هذه وهذا وقع الرساله هذه فخمت رئيس الجمهوريه طول بشدر هذه الرساله هذه انه فيه من انه فيه انه فيه الناس اللي باغيين يلحقوا للسلطه والو يعفسوا الجثه تاع الجزائريه سي سيسا وهذا هو وتاخر فيها فخامه رئيس الجمهوريه تاخر فيها لان تطبيق القانون احنا في هذا الحزب هذا اللي رايحين رايحين ناسسوه ان شاء الله عندنا ثلاث صوالح ندافعوا عليهم باختصار اول او باختصار اولا العداله الاجتماعيه الدفاع عن الجمهوريه وتطبيق القانون على الجميع, على الجميع. بما فيها الاحزاب السياسيه لأن الإصلاحات سي... الإصلاحات فيما يخص الإصلاحات فيها الإصلاحات السياسية ومن بعد هدفت هدفت إصلاحات واحدة أخرى نعم في إنهيار نعم البترول في إنهيار البترول في إنهيار البترول لازم نعاودوا حساباتنا في الإقتصاد انت جمال عبد السلام ممكن سمعت الكلام وبعضه كان موجه ليك فاش ترد والله أنا عندي ملاحظتين عندي الملاحظة على التعليق على كلام الأستاذ طوفي والملاحظه الثانيه ليك يعني ربما توضح نبدا بك انا عندي ثلاث شهور ونصف ولا اربع شهور لم اشارك في لقاءات لا القطب ولا التنسيقيه واتخذت هذا القرار لانه مشت... لما مشات الامور تقدم لففاس كما اشرت بنداء انا لا اسميه مبادره لففاس ما قدمش مبادره مداء. قدم نداء للاجماع التنسيقيه الانتقال الديمقراطي قدمت مبادره ومن بعد ندرت هيئه المشاورات والمتابعه اللي كنت انا عضو فيها وخرجنا من هذه المبادره الى تراشق اعلامي والتخوين واتهامات متبادله خطيره بين الاحزاب الموالاه وبعض الاحزاب في المعارضه يعني حتى انتم كمعارضه أنا... ما راكمش منظمين ما راكمش متحدين كيفاش جيت تشكك اليوم في السلطه انتم كمعارضه ما عندكمش لحمه بيناتكم يا سي علي يا علي ماهوش مطلوب بالاحزاب المعارضه تكون لحمه واحده كلمه سواء مع ما قدرتوش تديروها إيه لا لا داروا داروا التنسيقيه التنسيقيه دارت مبادره المبادره هذه وتوافقوا عليها شخصيات واحزاب وكذا قد تقبلها وقد ترفض ولكن قاموا بحاجه والتقوا وهم يناظرون انا نتكلم لك على موقف جبهه الجزائر الجديده جبهه الجزائر الجديده لما وصلنا الى رفض حاسم من السلطه لهذه المبادره ورفض حتى لنداء بعد بعدما اعطاه الاحزاب الموالاه الموافقه رفضت من المعارضه ومن احزاب الموالاه وصلنا الى نتيجه اننا الان في تراشق اعلامي وانت تعلمه في تخوين في اتهامات متبادله انا ان بنفسي ان ادخل فيها وانصح كل الاحزاب الجزائريه ان يبتعدوا عنها سنين قررنا احنا في جبهه الجزائر الجديده اننا وصلنا الى جدار مسدود يعني نولي ونسبه في بعضنا ولهذا احنا الان منكبين في جبهه الجزائر الجديده عن البحث عن مخرج وشفنا المخرج في الرساله اللي بعثها رئيس الجمهوريه في القضيه وين وجه نداء الى تمتين الجبهه الداخليه خلينا قلنا لك شرحنا احنا في ذاك الوقت انا شاركت في حصص ودرنا بيانات وكذا حول الرساله قلنا كل كل لا لا في الرساله اللي وجهها للمعارضه قلنا هذه رساله سلبيه ونقطه سلبيه باقي النقاط اللي تكلم عليها على اخذ التجربه من الليبيين ومن الماليين ومن الموضوع تاع وركزنا احنا في جبهه الجزائر الجديده على نقطه الحوار وتمتين الجبهه الداخليه الوطنيه لان الجزائر راهي محاطه ب... 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 بوضع اقليمي ماهوش مليح وكل يوم انا نشوفه يعني كره الثلج تتدحرج من تونس الى ليبيا الى مصر الى سوريا الى العراق الى اليمن وما على بالناش وين غدوه تحبس واحنا راني جاي من قال لك قال عمري باش شفتك معارض ربما ان هذه لا من عليها. تر... عليها انا يعني راني نوضح باش ما نضح 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 تقولش ما المس... لا لا نوضح المساله هذه المساله الاولى نوضحها ليك انت بعد آه باش تعرف وين تحطني شكرا وبالتالي في الحاكم التنسيقيه انا ماني وبالتالي احنا الان منكبين على الاخر ونشوفوا وجانا نداء في عده مرات الى رئيس الجمهوريه ان يتم الدعوة إلى الحوار الشامل لاجراء الاصلاحات والمصالحات الوطنية وهذا العنوان اصلاحات ومصالحات بما فيها الاصلاحات الدستورية للخروج بالجزائر إلى بر الأمان بتعاون جميع أبنائها. وكيفاش قضية خلي ما شافكش المعارضة. خلي الآن نجاوب أنا، أنا شي اللي فهمته من الاستاذ زي الطوفي أنه من خلال معرفته بي سواء في البرلمان ولا في م -م. آه في آه آه بعد كرئيس حزب من خلال وسائل الإعلام أن مواقف جبهة الجزائر الجديدة دائما مواقف وطنية دائما مواقف تدفع إلى المصلحة العليا للوطن علاش المعارضة المصلحة العليا للوطن <applause> خلي وإنها تثم عندما أتكلم على حزبي لا يعني أن غيري لا تتوفر فيه هذه الصفات أو بعض هذه الصفات ما يش من ضروري نقول جبهة الجزائر الجديدة تدافع المصالح العليا الوطن وحزب مسؤول وحزب متزن وحزب يبحث على الإيجابي فيثمنه وعلى السلبي فينتقده هذا ليس معناه أنه الأحزاب الأخرى راهي تثمن في السلبي وترفض الإيجابي أنا لم أتهم أحد أنا أتكلم ومسؤول على حزبي وناطق رسمي باسم حزبي الذي انتمي اليه يعني واللي اسسنا واللي راه فيه قياده وفيه سياسه، اما باقي الاحزاب نتقاطع معها في, في, في مسائل واختلف معها في مسائل، ولهذا انا هذا الكلام أه وسمعته من الكثير، انا من الناس اللي يقول لك انت رغم انك معارض لكن معارضتك دائما يشوفوها ايجابيه ودائما تصب في مصلحه الوطن ولهذا ترى مواقفنا مثلا مؤخرا الدبلوماسيه الجزائريه ودورها في القضيه الماليه والقضيه الليبيه والقضيه اليمنيه والموقف ربما لهم أنتم خلي أنتم 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 هنا في قضيه كل... قضيه خلي مبادره كل... الافافاس خلينا نرجعوا السياسيه نعم. مبادره نعم. الافافاس نعم. هذه المبادره اللي اعتبرتها نداء نعم. واعتبرته ايجابي حتى السلطه نفسها في النهايه نقضتها حتى هذه المبادره اللي كانت ربما شاف فيها البعض الكثيرون انها في صالح السلطه حتى هذه المبادره ونكزتها لم نكزتها. اصفها لا بالايجابي ولا بالبناء انا قلت مجرد لم, يق... لم يقدم لم يقدم مبادره لفه فاسده قلنا نقدم مبادره سميناها مبادره صفريه وانما قال باش نثمنوا كلامه قال وجه نداء لمشاورات بدوني جدول الاعمال بدون مضمون و... ورقه بيضاء ورقه بيضاء نعم يعني. انا مبادره صفريه ولا نداء <applause> وبالتالي ما احنا ما الاخر حتى انا لما كلموني الاخوه تاع الفاس قال واش باغيين واش باغيين انتم قولوا لنا واش باغيين نهضروا على واش باغيين واش موضوع اللقاء واش موضوع المبادره نحكيوا فيه آه وبالتالي نقول لك راني موافق في هذه مانيش موافقك زيد لي نقطه هذه نحي لي نقطه دي. ولهذا السلطه كاين احزاب في السلطه او الموالاة دعمت مبادره الأفافاس ثم تراجعت وقد اوضحت موقفها موقفها لانها تشوف نعم. انها قاطره ولا ترى نفسها مقطوره نعم السيد زيتوفي حتى في مبادره الافافس ما تخليناش هذه المبادره واللي اجهضتها واجهضتها السلطه اخيرا ان السلطه هذه شوف ما أنا... اي سياسه حتى الحوار حتى الورقه البيضاء وما مرضتش به من حق هذه المعارضه أنا... ان تشكك ان تشكك في نوايا هذه السلطه انها ما تسعاش الاجماع ما تسعاش التوافق حابه تتخذ القرار وزمام المبادره الى النهايه انا سبق لي سبق لي انه كتبت في جريده البلاد <applause> على هذا المبادره تاع لي فاس <applause> واش قلت قلت كساسوا بغات تنقذ هذا السلطه ولا دارتها من زي راسها سي با ان بروبليم هذا ماهوش مشكل انا واش نوي ن... 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 نو... واش نويت انا انا قلت باللي المعارضه نعم ما جابت ما تنجم تجيب وحتى حاجه من المعارضه ما تنجم تجيب لأن يعني لأن سر سر عن سر سمح لي شوف سمح, عن لي. سمح لي احنا احنا شوف الشارع الجزائري الشارع الجزائري والشعب الجزائري ماهوش شعب كما راهم يتخيلوه هو الشعب الجزائري لان لانه ماهوش في يديهم الشعب الجزائري ماهوش في يديهم الاحزاب هذو تاع المعارضه هل عندهم تمثيل في القاعده هل عندهم تمثيل في القاعده لو هما يقول لك لو حب بحر... ح... لو انتخابات نزيهه وحره وشفافه وتشوفوا قاعدتنا اسمح لي هما يتحدوكم شوف الانتخاب الانتخابات شوف الانتخابات ودائما يشكوا في الانتخابات اللي نظرنا السلطه الانتخابات اللي يخسر دائما يتخبط اللي يخسر ما تروحش معايا الانتخابات اذا كان هذه الانتخابات راك ما... عارفهم دافونس ما همش ناز... ما همش نازحين علاه تجي معايا يقول لك على الاقل ما يا سيدي يا سيدي في 99 انسحبت انسحبت من الطريق وعلاه انسحبت من بعد تقول لي من بعد تجي معايا وين كنت 2014 ومن بعد تقول لي مزورين الانتخابات وهذه الانتخابات هذو راه عام فات عليهم الانتخابات الرئاسيه فات عليهم عام والانتخابات التشريعيه فاتوا عليهم بريسك ثلاث سنين راهم قريب يلحقوا واحد اخرين <applause> دونك ما نهضروش على الانتخابات الانتخابات نهضروا دوك على المفيد المفيد انه من المفروض وانا نخمم ممكن فيما يخص المسوده المسوده انه كاين صوالح اللي راهم معطلينها وعرقلوها باه تجي الصوالح هو الاقتصاد الانهيار تاع البترول الاقتصاد تاع البلاد احنا لازم يعني ضروري مرة لازم مرة ضروك مرة, ضروك مرة لازم ضروري مرة البترول الفيس, الفيس قلت لي المرة الأولى الفيس أنه في, في الجزء الأول تحدثت عن الفيس في أنا قلت لك أنا قلت لك الفيس لك أنا قلت لك هذه المبادرة هذه تاع الفيس تكون في المسودة لأن علاه الإشارة كاينة الإشارة دام مدني مرزاق واستدعية ليشارك وهو هو لا يمثل الجبهة الإسلامية للإنقاذ اصلا لان الجبهه الاسلاميه للانقاذ قلت لك حزب معتمد من طرف الدوله شاف السياسه دار السياسه من بعد نحاتوا العداله نحل ولا ولكني حارب الجانح انا عندي دي باتريوت من الجبهه الاسلاميه للانقاذ حاربوا الجانح العسكري نعم سي سي جمال عبد السلام نحن في نهايه البرنامج في اقل من دقيقتين هل السلطة حقيقة تتبنى الغموض أم أن المعارضة هي من لم تعد صالحة للمرحلة؟ والله كلا الأمرين غير صحيح. <applause> <applause> لا السلطة تتبنى الغموض، أنا قلت لك الموقف تاعي وجهة نظر تاعي أن السلطة مازال ما حسمتش في مجموعة قضايا في موضوع الدستور على المستوى مواقع اتخاذ القرار. ثم آه أن السلطة أيضا من وجهة نظري غياب رئيس الجمهورية آه والسلطات اللي خولها له الدستور 2008 خلى الآن الوزير الأول ما يقدرش يعني كما يقولوا يحل محل الرئيس رغم أنه الآن يعني قاعد يقوم ببعض المهام في هذا الإطار وبالتالي هذه خلات نوعا ما المسوده ما تنزلش بالنسبه للمعارضه صالحه وغير صالحه هذا كلام يعني كبير انا اقول ان المعارضه غير صالحه انا قلت في المعارضه معارضات وفي احزاب السلطه احزاب واحزاب واحزاب في ساحه الغث والسمين في ساحه الايجابي والسلبي يعني في... لازم لي جدول تصنيفات باش نحلها في الساحة بطبيعة... السياسية بطبيعه الحال والجزائر ولكن مبدئيا وفي العموم الساحه الجزائريه او الساحه الوطنيه ولا اي دوله تحتاج الى احزاب تملك برامج وتحكم وت... وعندها برنامج قوي وطموح وتحتاج الى معارضه قويه ومحتاجين الى الجناحين الى المعارضه باش توقف البلاد على رجليها محتاجين معارضه وطنيه مسؤوله وقويه ومحتاجين احزاب في السلطه تقود وقويه وعندها برامج طموحه تحقق اهداف نعم الدوله الجزائريه نعم والثوره الجزائرية, الجزائريه وطموح الشعب الجزائري سيد ادريس زيتوفي اين الخلل اليوم في نهاية البرنامج كخاتمة نهائية كخاتمة نهائية هل هي المعارضة اللي مراهيش قادرة على تحديات المرحلة أم أن السلطة هي من تناور وتتبنى الغموض؟ أنا نقول اليوم أمام الملأ <applause> أنه الحزب الأقوى في الجزائر ما هو لا في الموالاة ولا في المعارضة وين <applause> هي الإدارة الإدارة هي الحزب الأقوى في البلاد علاه درك 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 نفهمك درك نفهمك وعلاه لأن الشعب الجزائري الشعب الجزائري الإدارة قريبة ليه أكثر من هذه الأحزاب حنا نستناو في هذه المسودة هذه المسودة هذه فيها أشياء أشياء لم يقبلونها الاحزاب السياسيه لان مستقبلا مستقبلا بعد المسوده تاع الدستور مستقبلا شمر على ذراعك وبين الاستقطاب تاعك تاع الشعب هما راهم يحوسوا على هذه يحوسوا على هذه انه آه الانتخابات تكون نزيهه مستقبلا بعد المسودة تكون أنه الحزب السياسي اللي ما ينجمش يستقطب المواطنين والمواطنات ما تكونش عنده بلاصة في الساحة السياسية وأنا نطلب من هذه الأحزاب السياسية المعارضة والمولد أنه يتكاتفوا باش يلحقوا للمفيد باش يلحقوا باش نلحقوا لهذه الاصلاحات اذا كان حنا رانا باغيين رانا باغيين نعم باش الشعب يحكم لازم نتكاتفوا نعم بور ايفيتي لي بروبليم نعم نعم اللي راهم عندنا في الحدود نعم أشكرك جزيلا شكرا السيد إدريس زيتوفي رئيس حزب تجمع الوطني الجزائري قيد التأسيس وأشكر أيضا السيد جمال بن عبد السلام رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة أشكركما ضيفي الكريمين كما أشكر المشاهدين الكرام إلى هنا نصل إلى ختام عدد اليوم من البلاد اليوم إلى مواعيد أخرى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته